بيبدأ المسلسل في جنيف في سويسرا، لما بيجي مكالمة للبروفيسور أليكس من صديقه هوغو، وبيقوله أنا عندي فضول أعرف اللي هيحصل. فبيقوله ما تقلقش، النتائج هتنزل كده كده. وبيرجع يكلم مراته جابي وبيقول لها أنا مروح. فبتقوله أنا كمان همشي من المعرض كمان شوية. وبنعرف إنها بتفتتح معرض صور خاص بيها. بيوصل أليكس لمنزله اللي بيكون رائع، وبيلاقي طرد على السفرة. لما بيفتحه بيلاقي فيه كتاب التعبير عن العواطف. ولما بتوصل مراته بيشكرها على الكتاب اللي كان عاوزه من زمان، وإن دي النسخة الأولى والوحيدة منه، لكن انها بتقوله مش انا اللي جايباه. فبيتصل بصديقه هوغو اللي بيقوله كان عندك حق، النتائج نزلت. فبيقوله أليكس شكرا على الكتاب، لكن هوغو بيقوله انا ما ادفعش مبلغ زي ده في كتاب. لحد ما بيجي الليل وبيسمع أليكس صوت جاي من تحت. لما بينزل بيلاقي جهاز الانذار اتوقف عن طريق كتابة كلمة السر، وكمان بيشوف جسم على الباب. فبيطلع التليفون وبيكلم الشرطة. بيقرب لحد ما بيشوف شخص جوه المطبخ ماسك سكينة، بيفضل يبص عليه لحد ما بيقف قدامه الشخص. فبيرجع جري أليكس وبينادي على مراته، بس اول ما بيدخل البيت بيتضرب على دماغه. بيفوق والشرطه ومراته حواليه وهو واقع على الارض من الضربه. وبيقابل الشرطي جون فيلي، بيقول له عاوز اسالك اسئله. فبيقول له حد غيرك يعرف كلمه مرور الامن؟ بيقول له موريس، وده مدير امن شركتي وكمان امن المنزل. لحد ما بتيجي سياره الاسعاف وبتاخد أليكس. بيوصل أليكس المستشفى وبيدخل يعمل اشعه، بس في نص الاشعه بيتخنق وبيطلب انه يخرج بسرعه. وبنعرف ان عنده نزيف صغير في نسيج الدماغ ولازم يعمل اشعه رنين، بس بيكون عاوز يخرج من المستشفى ويعملها بكره. في الوقت اللي بيوصل صديقه وشريكه هو، فبتقول له جابي خلي باله من أليكس. بيبدأ أليكس يتخيل شكل الراجل قدامه، وبيقول له هيغو في مجموعة مستثمرين جاهزين يشتروا 5 أضعاف الاستثمار اللي معانا دلوقت، هيجوا بعد 1.5 ساعة، بس طالبين يتكلموا معاك وننزل نوريهم الأجهزة وفي الآخر نروح نتغدى. فبيجيب أليكس موريس وبيبدأ يسأله عن نظام الأمن، لكن بيقول له محدش معاه الأرقام غيري أنا وأليكس، وأنا استحالة أطلعها لأي حد أيا كان، وأنا عينت حارس أمن ليك والجابي لحد ما نمسك المجرم. بس قبل ما بيخرج بيسأله أنت قلت كل حاجة للشرطي؟ لكن بيرجع يأكد عليه تاني كل حاجة. فبيقول له ايوه. أليكس بيبدأ يقلق من موريس، بس هيغو بيقول له لازم تركز علشان المستثمرين. بيتصل أليكس بشركة الشحن اللي جابت له الكتاب وبيسأله عن اسم الشخص اللي اشتراه وشحنه، بس بيستغرب لما بيعرف ان هو اللي اشترى الكتاب. وبيأكد عليه الموظف لما بيقول له راجع البريد. فبيراجع البريد لكن مش بيلاقي اي رسائل لشرائه، فبيطلب منه يبعت رقم عملية التحويل عن طريق البريد. بينزل أليكس اللين وده موظف عنده، وبيطلب منه يعرف رقم الحساب اللي وصل بتاع مين. فبيقول له لين ان مريم ودي موظفة معاهم قلقانة بشأن الأسهم. فبيقول له خليها تكلم هيوغو. بيوصل المستثمرين وبيوصل أليكس علشان يكلمهم، وهيوغو بيكون هو اللي بيتكلم عن الشركة والأرباح. لحد ما بيبدأ أليكس يتكلم بيعرف نظام فيكسل، وده عبارة عن خوارزميات هو برمجها بتقدر تتوقع الأسهم اللي هتطلع وهتنزل عن طريق الخوف الإعلام، وإن الفرق بينها وبين البشر هو العواطف، ومهما حصل مش ممكن تقلق ولا تخاف تشتري سهم معين عكس البشر. لحد ما بيطلب هيوغو إنهم ينزلوا تحت يشوفوا الأجهزة، وبيقول إنهم شغلوا الإصدار الرابع من الأسبوع وحقق لحد دلوقتي 80 مليون دولار، يعني لو حطيت 10 مليون دولار هتطلع أرباح سنويا 4 مليار دولار. فبيسيبهم أليكس وبيمشي، وبتكون إيده بترتعش. جون فيليب بيعرف إن مفيش أي بصمات أو أدلة على اقتحام المنزل، غير إن كاميرات المراقبة ما ظهرتش أي حاجة، بل برمجة تقف في الوقت اللي اقتحم المجرم فيه البيت. وبنعرف إن أليكس كان شغال في منظمة نووية واتطرد منها بسبب العنف. ولحد هنا بتنتهي الحلقة الأولى، بتمنى تكون عجبتكم، وانتظروا الحلقة التانية، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو. دمتم في أمان وسلام. سلام.